ذكرت وأفردت جزء مش قليل عن علاقته بالفنانة هالة فؤاد زوجته وأم ابنه. اتكلمت عن بداية الحب وتفاصيل لها علاقة بالقصة دي. هو كان بيقولك أنا أتمنى أن أنا أعمل أسرة، كان نفسي أعمل أسرة وإن شاء الله أخلف 12 واحد، وأيضا كان أتمنى أنه حماه المخرج أستاذ أحمد فؤاد درويش يعيش معاه، ولكن هو يبدو أنه هالة حبيته جدا إلى حد أنها قبلت بالشرط الصعب، وهي أنه تكف عن التمثيل وتتفرغ للبيت، تتفرغ للزوج. واللي ساعد على كده كمان سرعة إنجاب هيثم يعني. ولكن هالة بضغط من الأب كان بيشوف أنها شباب سعاد حسني، شوف انها عندها امكانيات سعاد حسني هالة فؤاد، وهي كانت محبوبه بوجه كده قريب من القلب الله يرحمها. الله يرحم الجميع يعني. وهيثم كمان كان لها اطلاله واخدت يعني خطوات مهمه في السينما وفي التلفزيون. وهي كان وش بريء الله يرحمها، عندها يعني وش مميز ملائكي، وبالتالي لها ادوار تقدر تصلح ليها وحدها الحقيقه. صح يعني. كانت ملائكيه فعلا، وهو كان بيحبها قوي يا استاذ عادل. لكن هو انا بعتقد انه كان عنده في مشكله كبيره جدا بفكره انه ما حدش يهتم بيه، وان الفن هيقسم العلاقه اللي بينها وبين الفن، بينها وبين الفن يعني، مش هتتفرغوا يعني. وهنا يعني مستعد اقول انه هو كان محافظ اكتر من اللازم في الحته دي في علاقته بالمرأة. أنا هسأل حضرتك سؤال طبعا افتراضي وقد يكون عبثي لأنه كلهم يعني في دار الحق. تفتكر لما انفصل أحمد زكي عن هالة فؤاد بعدما أصرت أن هي تاخد خطواتها في التمثيل، تفتكر هو كان عنده اعتقاد أن هم هيرجعوا لبعض تاني؟ أعتقد أنه كان في محاولات كتيرة، ولكن أنا ما أعتقدش أنه كان هيرجعوا يعني. بالعكس، ده في أنا فاكر مرة أن احنا رحت انا وصلاح جاهين وركبنا العربيه ورحنا اسكندريه عشان احمد زكي كان هناك عشان نرجعه لهالة فؤاد، وكان في اصرار على انه يعني قال لك لا، هي مش متفرغه للبيت، هي بدت التمثيل عني، هي مفروض انها تبقى متفرغه لحياتها الشخصيه معايا. وانا بعتقد ان هو كان دي مشكله احمد زكي، انه كان علاقته بالمرأة علاقة محافظة جدا 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 يعني.